يخالف أن الحديث نفى عنه الإيمان. فنقول لهؤلاء الحديث هو لم ينفي عنه أصل الإيمان، نفى عنه كمال الإيمان، نفى عنه كمال الإيمان. وبعض العلماء ماذا جاءوا في الوسط، قالوا لماذا نفى عنه كمال الإيمان؟ لماذا نقول هذا الحديث؟ لماذا فسرناه من عند أنفسنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم عن أبي ذر قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، حتى قال ثلاث مرات رغم أن في أبي ذر. هل هذا محمول على وإن زنى وإن سرق تاب بعد ذلك فمات؟ يحتاج إلى تفسير. هل هو محمول على أنه يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك فلا يدخلها دخول الكافرين، يعني دخول العابدين فيها ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة؟ هذا هو الذي، فمعنى ذلك أن هذا الترك أو كما قلنا هنالك ترك أو هنالك فعل يتنافى مع الإيمان، وهنالك بعض الأعمال يبقى معها الإيمان ولا يزول بزوالها. لكن بقي لنا حديث آخر يحتج به كل من يقول أن ترك العمل لا يؤثر في الإيمان، قضية الشفاعة، أنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قد يمتحشوا، في بعض الروايات قد صاروا حمما، قالوا يوما ما لا إله إلا الله. لما نقول قالوا يوما لا إله إلا الله، هل فيه ترك العمل؟ ليس فيه ترك العمل، لأنه قالوا يوما ما، هذا دليل على أن قول باللسان هنالك عمل، هناك عمل. لكن الحديث هو الحديث ليس كما يفهمه الكثير، هو ليس داخل في الشفاعة، لأن هذا داخل في شيء آخر. مثل تجد بعض العلماء لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرة من الإيمان مثلا، بعض العلماء كابن خزيمة وهو من كبار علماء أهل السنة قال لم يعملوا خيرا قط على جهة الكمال والتمام. فهنا جاءت أول الحديث. أول لماذا أول؟ أيوة، لأنك لما تأتي إلى مثلا تذهب إلى النجار تقول له أصنع لي مثلا طاولة كما هذا، وتعطي له مقاسات، أو يقول له أصنع لي باب، جيب باب تعطي له مقاسات طولا وعرضا، وهو يصنع لك مقاس على غير المقاس تاعك وعلى غير الصفات اللي طلبتها أنت منه. فأنت لما تشوف تجيب الباب من بعد تحطه، تقول للصانع لما يأتيك بعد ذلك تقول ما صنعت شيء، هنا نفيت عنه الصنعة، والله نفيت عنه كمال الصنعة، نفيت عنه كمال الصنعة، أو صنع بابا على الأوصاف، بابا على القياس ولم يصنعه على الأوصاف، يعني ما جابوش. النبي صلى الله عليه وسلم، نجيب لكم حديث، لما دخل ذلك الرجل فصلى، حديث في الصحة يرويه الأئمة السبعة، فصلى صلاة أخل فيها بالأركان، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان يصلي، أنفع عليه حقيقة الصلاة، لا نفع عليه حقيقة الصلاة. كيفاش كمال الصلاة؟ غير مجزية صلاته، لأن لو تقول باللي نفع عليه الكمال هي تصح، نفع عليه حقيقة الصلاة الشرعية، ولكن لم ينفي عنه وجود الصلاة، فهي كانت موجودة ولكن غير مجزية، فهي موجودة ولكن غير مجزئة، كما في الحديث مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. هنا نفي لوجود الصلاة، نفي لحقيقة الصلاة، أو نفي لكمال الصلاة. نفي لوجود الصلاة هذا متعذر، لأنه قد تكون صلاة ويكون وجود صلاة واحد يجي يصلي، فلا نقول نفي فلا صلاة، فهو لا ينفي وجود الصلاة، ينفي حقيقة الصلاة إذا كان الإنسان يصلي ولكنه يصلي وهو وحده غير مؤتم بالإمام فلا صلاة له.
لكن إذا صلى صلاة وقيمت الصلاة وصلى صلاة ثم بعد ذلك أدرك الإمام ويعرف أن الإمام يطيل كذا، فهنا نفي لكمال الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لم تكن كاملة، لأنه كان متشوش فيها، كان مشغول، كان كذا إلى غير ذلك. فهذه كلها لابد أن تفهم. لكن المقصود لما قلنا نرجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه نفى عنه حقيقة الصلاة. كذلك هنا قال لم يعملوا خيرا قط، هو لم ينفي عن وجود العمل، بل نفى عنهم كمال العمل وشرط العمل وتمام العمل. فهو يأتي بالعمل ولكن ليس على شرطه، هو قاعد يخلط برك. يأتي بالصيام ولكن ليس صياما صحيحا. فهمنا هذا؟ قادي. هذا تفسير ابن خزيمة. لكن لما نأتي للقاضي عياض المالكي، هذا الإمام الكبير، قال لك به عرف المغرب. المغرب لأنه هو أصل من سبتة، ولكنه اشتهر المغرب باشتهار هذا الإمام الكبير، لأنه جاء من المتأخرين. فإذا قلت القاضي عياض فأنت لا شك أنك تعرف المكان اللي كان فيه القاضي عياض، هذا الإمام الكبير، فهو من العلماء المجتهدين. القاضي عياض في شرح مسلم يقول: فهؤلاء الذين هم معهم مجرد الإيمان، أو هم الذين معهم مجرد الإيمان، أو هم الذين لم يؤذن لهم، هم الذين لم يؤذن لهم في الشفاعة. لأن قال الله عز وجل، قال في الحديث، حديث هو طويل جدا، حديث أبي سعيد، قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون. لا نقول باللي شفع الله، لأن الله تطلب منه الشفاعة، الله تطلب منه الشفاعة، ليس هو يشفع، هو يشفع عنده. وفي بعض الروايات لم تبقى إلا شفاعتي، هذه كثير من العلماء ردها لأنها لا تصح. الله عز وجل يطلب منه الشفاعة، هو توسط لمن له جاء، تتوسط في طلب الخير للغير أو في دفع المضرة، تطلب لمن أنت عندك جاء وتقول لي لعظيم أو كذا، هذا هو الشفاعة. فقال: الذين لم يؤذن لهم في الشفاعة هم الذين معهم مجرد الإيمان، وإنما ولذلك قال حتى إذا أذن بالشفاعة، لأن كين الناس: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتا. حتى إذا أذن، شوف انتبه، نذكر فرقتين: أما أهل النار الذين هم أهلها، الحديث في صحيح مسلم، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، هذا الذين حبسهم القرآن كما جاء في حديث آخر، يعني حكم عليهم بالخلود. ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم، حتى إذا أناس آخرين بسبب الذنوب ليس بسبب الشرك والكفر أصابتهم النار بذنوبهم، لترك العمل ولاقتراف الذنوب والمعاصي أصابتهم النار بذنوبهم، حتى إذا أذن بالشفاعة جاء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. هم يسميهم الجهنميون وهم عتقاء الله من النار. صح، نرجع، ما زلنا في الحديث، ما زلنا في ما قال الإمام القاضي عياض. قال الإمام القاضي عياض: وإنما دلت الآثار على أنه أذن سبحانه عز وجل لمن أذن بالشفاعة لمن عنده شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان في الشفاعة للملائكة والنبيين، وتفرد سبحانه عز وجل برحمته لهؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط فيما يبدو لنا نحن، أو فيما لم تسجله الملائكة عليهم في صحائف الأعمال، لعلمه سبحانه عز وجل بما تنطوي عليه قلوبهم. وهذا شيء عجيب جدا جاء بهذا الشيخ، شيء عجيب جدا، لأنه يعلم أنهم قالوا تنطوي قلوبهم مثلا على خشية، على شيء زائد على مجرد الإيمان، على أشياء أخرى. ولذلك تجد من بعض الناس من لا مثلا من لا صلاة عنده ولا صيام عنده، ولكنه يعظم القرآن ويعظم أهل القرآن ويعظم البيت مثلا، فهو ليس مثلا يعني إنسان سقى يعني رمى بكل شيء. فهذا يعني حتى نبقى فيما يتعلق بقضية الإيمان.
لعلكم فهمتوا شيء، يعني أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل لا بد منه، ولا ندخل فيما قاله هل العمل هو شرط في كمال الإيمان أو شرط في صحته. لا، نقول كما جاء في القرآن أن العمل هو جزء من الإيمان، لأن الله عز وجل ربط الإيمان مع العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكلمة عملوا الصالحات كلمة جامعة، يعني عاملوا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل، سواء كانت تتعلق بالقلوب أو تتعلق بالجوارح، والجوارح يدخل فيها اللسان، لأن الجوارح اللي عندك تؤدي العمل إيش هي؟ اللسان والسمع والبصر، السمع والبصر واليدان والرجلان والفرج والبطن، هذه كلها تتعلق بها أعمال الجوارح. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هناك شيء ذكره صاحب الكتاب، أنه لما يقول أما بعد، فهذه يسميها العلماء يسميها للفصل بين كلام قيل وكلام سيقال، فتفصل بين هذا وهذا. ثم بدأ فدعا لنفسه، أن هذا هو الأصل، أنك لما تدعو تدعو لنفسك، لأنك يعني غير مستغني عن الدعاء. ولذلك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربي اغفر لي ولوالدي، وهكذا. فالدعاء إذا دعا الإنسان يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك يعمم، فهنا دعا لنفسه. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. الجملة يعني ما أجملت الشيء ولم تفصله، هذا معنى الكلام. فهنا لا يتكلم على الجملة بالمفهوم عند النحويين، وهي التي تتكون من فعل وحرف، ومن فعل واسم وحرف، ولا يتكلم على هذا. هو يتكلم على، فقد يأتي جملة ولكنها رسالة، ويتكلم ما أجملته من الكلام ولم تفصله. نعم. من واجب أمور الديانة مما، لما يقول من واجب أمور الديانة يعني ما يدين به الإنسان لله عز وجل، وهو الدين الذي يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين، هذه هي أقسامه الثلاث، هذه أقسامه الثلاث. نعم. مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك السنن من مؤكدها. احنا ذكر مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، كأنه يبدل الأركان اللي تكلمنا عليه، قول والعمل والاعتقاد، وأنه لا يخرج من هذه الثلاث، نطقا وعقدا وعملا، الإيمان لا يخرج من هذه الثلاث. من ذلك السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. لما يقول السنن، السنن، السنة تأتي في تعريف الفقهاء ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتأتي السنة عند الأصوليين بأن المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. وتأتي السنة عند علماء الحديث هي كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير أو صفة أو سيرة، هذه السنة عند علماء الحديث. وتأتي السنة عند علماء الاعتقاد ما يقابل إيش؟ ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة عند علماء السلوك والاعتقاد، هي ما يقابل البدعة. فليس هي السنة هي الطريقة المحمودة، وقد قال بعض أهل العلم السنة هي الطريقة، سواء كانت في المحمودة أو مذمومة، مطلق
مطلق الطريق من سن في الإسلام سنة حسنة فسنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. ومن سن في الإسلام سنة، احنا أذكر سنة يعني غير حسنة، فهنا له وزرها وزر من عمل بها. فالسنة، لكن هو المقصود هنا يتكلم، لأن الكتاب هذا يتكلم إذا كان فيما يتعلق بالاعتقاد فهي تقابل المبتدع الذين خرجوا عن منهج السنة. إحنا لما نقول أهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح لم يكن معروف عند السلف، عند الصحابة، إنما هو السنة هو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وفي طريقته وما اجتمع عليه السلف والخلف والأئمة. هذا معنى هذه السنة والجماعة. ولذلك هي ليست وفي نفس الوقت بعض الناس هو يعتقد هو نفسه على السنة والجماعة وغيرهم ليس على السنة والجماعة. كذا كذا يعني مصطلح، ما تقدرش أنت تحجر واسعا، مصطلح حادث فقط. نعم. وإذا قلنا يعني